عاجل خبر سار جدا لكل المصريين ننشره الآن من الحكومة المصرية، وعاجل منذ قليل أبي أحمد يوجه استفزازا رسميا للرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان. ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب. وفي مفاجأة غير متوقعة، تفاصيل توقف تصوير مسلسل الكبير لأحمد مكي. ننشر التفاصيل في الفيديو. وتفاصيل الزيارة القريبة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر. وعاجل إحالة قيادات في شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بسبب قضايا فساد. ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر عاجل معانا. وعاجل منذ قليل أبي أحمد يوجه استفزازا رسميا للرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان. ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مصر والسودان، دعاهم عشان يغيروا خطاباتهم بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام. يعني هذه كانت فحوى رسالته. تفاصيل الرسالة، أبي أحمد قال في بيان لي نشره على صفحته الرسمية على تويتر، وقال إن أثيوبيا عندها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها. وقال إن الكهرباء هي بنية تحتية أساسية تفتقر ليها إثيوبيا. أكثر من 53% من المواطنين، أي حوالي 60 مليون شخص، لا يستطيعون الوصول إليها دون الكهرباء. ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر وتحقيق النمو الشامل وتأمين حياة كريمة لمواطنيها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. أبي أحمد قال لهذا السبب تعتقد إثيوبيا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة دون التسبب في ضرر كبير. يعد سد النهضة مثالا جيدا على مبدأ التعاون. تم بناء السد من خلال المساهمة الجادة لجميع مواطني إثيوبيا، ويحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك منطقة شرق إفريقيا بشكل عام. وقال يأتي حجم كبير من المسطح المائي للنيل يصل لحوالي 85% من مرتفعات إثيوبيا كمورد عابر للحدود. تمر هذه المياه عبر إثيوبيا والسودان ومصر. يأتي الجانب الإثيوبي من روافد أنهار أباي وباروتي كيزي، بينما يأتي 15% من نهر النيل من دول أخرى على المنابع النيل. سد النهضة الإثيوبي الكبير قيد الإنشاء بالقرب من الحدود مع السودان، حيث تنضم جميع روافد نهر آبي إلى الجذع الرئيسي للنهر، وهذا يجعل الموقع مثاليا لتحقيق أقصى قدر من توليد الكهرباء. رئيس الوزراء أبي أحمد قال برضو إن أثيوبيا بتهدف في بناء سد النهضة إلى تمكين وظيفة التنظيم بحيث يكون توليد الكهرباء من البنية التحتية موحدا على مدار العام، وهذا يعني أن سد النهضة لا يستهلك الماء باعتباره سدا للطاقة كهربائية. بدلا من ذلك يستمر الماء في التدفق في اتجاه مجرى النهر دون انقطاع. وقال أبي أحمد يعني من ملخص رسالته دي أن مصر هتستفيد أيضا من الحفاظ على المياه عند سد النهضة بدلا من إهدار مليارات الأمطار المكعبة من المياه للتبخر وفي سهول الفيضانات، حيث يساعد سد النهضة أيضا على منع الانسكاب المستقبلي الذي يطل على سد أسوان. المصدر معانا كان من أرتي. ليه بقول لحضراتكم أن هذا الخطاب أو هذا البيان استفزازي؟ لأن أبي أحمد يعلم جيدا أن مصر تدعو لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة. أبي أحمد لا يريد التوقيع على هذا الاتفاق عشان ما يلزمش نفسه انه يكون محافظ على حصة مصر وحصة السودان. طبعا انا مش قصدي اتفاق ملزم قانوني يعني بنحافظ على الحصص،
لا، الاتفاق ده عبارة عن تنظيم العملية فقط، وليس الاتفاق على الحصص، ولكن بيحافظ لمصر على حقها في مياه نهر النيل. هقول ليه تاني استفزازي؟ عشان مصر كانت دايما بتدعو بخطاب في سلام، عمر مصر ما قالت ان احنا يعني ضد السد او ضد التنمية. مصر دائما تقف مع جميع الدول الإفريقية للتنمية والنهوض، لأن يعني قارة إفريقيا قارة كبيرة جدا مليانة بالثروات يعني الطبيعية والمهمة جدا لعملية التنمية الاقتصادية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهقول تاني مصر دعت السلام قبل إثيوبيا. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، خبر صار جدا لكل المصريين ننشره الآن من الحكومة المصرية. وزير المالية المصري الدكتور محمد أكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 تضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بتوجيهات من الرئيس السيسي إلى نحو 400 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعا 18 مليار جنيه. وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة. أضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 22 علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022. الوزير اتكلم برضو أنه هيتم اعتبارا من أول يوليو 22 زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح حافز الجودة من 1500 جنيه ل 2050 جنيه للمعيد، ومن 1750 ل 2100 جنيه للمدرس المساعد، ومن 2000 ل 2250 جنيه للمدرس، ومن 2500 ل 2700 جنيه للأستاذ المساعد، ومن 3000 جنيه ل 3100 جنيه للأستاذ. وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلا على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الذي يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كان في سنة 2015 يعني الحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه، الآن في سنة 2022 الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه. هتقول لي يعني ده كان قبل التعويم، هقول لحضرتك مفيش أي مشكلة، ولكن يعني نحن نشهد تقريبا كل سنة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين الحكوميين في مصر. وطبعا الرئيس السيسي كان شدد في لقاء على ان في حد ادنى برضه للشركات الخاصه، ما ينفعش حد يقل عن المرتب المعين. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر اخر. وفي مفاجاه كبرى، حكومه الكيان الصهيوني تكشف حقيقه زياره نجل الرئيس السيسي الى تل ابيب. كشفت حكومه الكيان الصهيوني حقيقه المزاعم التي تحدثت عن زياره محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تل أبيب. وعلى حسابه في تويتر رد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للكيان الصهيوني نفتالي بنت على هذه المزاعم ووصفها بالكاذبة، عبر إعادة نشر تغريدة للصحفي المحلل التابع للكيان الصهيوني إيدي كوهين زعم فيها وصول نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود السيسي للكيان الصهيوني، في حين
علق جندلمان قائلا الخبر كاذب تماما. ونشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى لأول مرة رئيس الوزراء لكيان الصهيوني نفتالي بنت في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر الماضي. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة غير متوقعة، تفاصيل توقيف تصوير مسلسل الكبير لأحمد مكي. وأكدت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري إصابة الفنان أحمد مكي بالوباء، وصرحت ليلى عز العرب بأن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة الفنان أحمد مكي وقبل الفنان هشام إسماعيل. وتأكدت إصابة 2 من فريق عمل مسلسل الكبير قوي بجزء السادس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. يذكر أن الفنان أحمد مكي بدأ في تصوير أولى مشاهد الجزء السادس للمسلسل خارجيا، ومسلسل الكبير الجزء السادس بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وتأليف مصطفى صقر إنتاج سينرجي وإخراج أحمد الجندي. وكان أحدث أعمال الفنان أحمد مكي هو مشاركته في بطولة مسلسل الاختيار 2 مع الفنان كريم عبد العزيز الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. المصدر معنا كان من موقع صدى البلد المصري، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل الزيارة القريبة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر. ووصل يوم الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إلى مصر لإجراء محادثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأتي التجارة والاقتصاد على رأس جدول الأعمال. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن المكتب الرئاسي في سيئول قوله إن زيارة مون إلى القاهرة تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر منذ 16 سنة. وأفيد في هذا السياق بأنه من المتوقع أن يتفق الرئيسان على دراسة جدوى مشتركة لاتفاقية تجارة حرة ثنائية ستكون في حال إبرامها أول اتفاقية تجارة حرة لكوريا الجنوبية مع دولة إفريقية. كما سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي أيضا منتدى أعمال تخطط الشركات من البلدين فيه لمناقشة كيفية تعزيز التعاون في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والنقل. يشار إلى أن مصر هي المحطة الأخيرة من جولة الرئيس الكوري الجنوبي، شملت 3 دول في الشرق الأوسط هي الإمارات والسعودية إضافة إلى مصر. المصدر معنا كان من يوني هاب، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معنا وعاجل إحالة قيادات في شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بسبب قضايا فساد. وقررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. طبعا المخالفات دي كانت يعني عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن، وطبعا يعني حاجات تانية كتير. والمصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم. حبيت ان انا ما اطولش على حضراتكم وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف جدا على حضراتكم، يعني أنا أتمنى ده فعلا. وما تنسوش اللايك وشير للفيديو على أوسع نطاق عشان غيرنا يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.